مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم العلوم العامة، الصف الثالث، إعداد الأستاذ خالد زكريا معلم العلوم للصف الثالث. اليوم طلابي الأعزاء مع الدرس الثالث بالوحدة الرابعة، وهو بعنوان كيف أستطيع أن أبين مغناطيسية الحديد، وهو الدرس الثالث بالوحدة الرابعة كما قلنا طلاب الأعزاء. هيا معا ننتقل طلاب الأعزاء إلى الدرس. في البداية طلاب الأعزاء لدينا الآن هذا المغناطيس، وهو الذي يكون على شكل حدوة حصان أو حدوة فرس، ولدينا قطبيه إن الشمالي وإس الجنوبي، ولدينا مسامير حديدية. هيا طلاب الأعزاء جرب، سنقوم بتقريب هذا المغناطيس من المسامير الحديدية، نجرب ونرى ما الذي سيحدث طلاب الأعزاء. عندما نقرب المغناطيس من المسامير الحديدية يجذب المغناطيس المسامير الحديدية نحوه، تتحرك المسامير بقوة ناحية المغناطيس لأنه يقوم بجذبها. إذن طلاب الأعزاء يجذب الحديد المغناطيس، يجذب المغناطيس الحديد، أو ينجذب الحديد للمغناطيس. الحديد فقط هو الذي ينجذب إلى المغناطيس، لكن البلاستيك، الورق، القماش، الزجاج، كل هذه الأشياء لا تنجذب إلى المغناطيس. هذه القوة طلاب الأعزاء، القوة المغناطيسية الموجودة في المغناطيس تعمل عن بعد. الدليل على ذلك أنه عندما انجذبت وتحركت المسامير ناحية المغناطيس لم تكن ملاصقة له، كان هناك مسافة بينهما، ولكن القوى المغناطيسية للمغناطيس تستطيع أن تعمل عن بعد، لا يشترط أن تكون ملتصقة بالشيء لكي تجذبه نحوها. إذن القوى المغناطيسية لها القدرة على أن تعمل من بعد، ولكن هذا البعد وهذه المسافة لها حد معين وليست إلى ما لا نهاية أو مسافة مطلقة. الآن طلابي الأعزاء لدينا هذا المغناطيس ولدينا هذا المسمار، وأيضا نفس المغناطيس ونفس المسمار ولكن على مسافة أكبر. هيا نجرب طلاب الأعزاء، سنقوم بتحريك هذا المغناطيس الأول. ما الذي سيحدث؟ المسافة قريبة والمسمار مصنوع من الحديد، سوف يقوم المسمار بالانجذاب إلى المغناطيس أو يجذب المغناطيس المسمار الحديدي ناحيته. أما هذا المغناطيس الموجود بالأسفل وهو على مسافة كبيرة من هذا المسمار الحديدي، عندما نقرب المغناطيس لمسافة حتى أكبر لا ينجذب المغناطيس لأن المسافة كبيرة. ما الفرق طلاب الأعزاء هنا؟ الفرق هنا أن المسافة بين المغناطيس والمسمار صغيرة، أما هنا المسافة بين المغناطيس والمسمار كبيرة. الفرق الواضح أن رغم أن المسمارين نفس النوع نفس الحجم، المغناطيسين نفس النوع نفس الحجم نفس القوة، الذي اختلف هنا طلاب الأعزاء هي المسافة. قلنا أن القوى المغناطيسية لها حد معين، لكل مغناطيس القدرة على جذب الأشياء إلى مسافة محددة. هناك مغناطيس يجذب الأشياء التي تبعد عنه على بعد 10 سنتيمتر، هناك مغناطيس يجذب أشياء تبعد عنه على بعد 20، وهناك مغناطيس يجذب الأشياء التي تبعد عنه على بعد 5 سنتيمتر، أبعد من ذلك لا يستطيع. وتقل القوى المغناطيسية كلما ابتعدنا عن المغناطيس. نلاحظ المسافات طلاب الأعزاء، هنا المسافة صغيرة، إذن قوة المغناطيس تكون كبيرة، هنا بالأسفل المسافة كبيرة، إذن قوة المغناطيس تكون أضعف، إذن كلما زادت المسافة قلت قوى المغناطيسية، وكلما قلت المسافة زادت القوى المغناطيسية، أي أن العلاقة هنا عكسية، عندما تزيد المسافة تقل القوى المغناطيسية، وعندما تقل المسافة تزداد القوى المغناطيسية، لذا هنا هذا المغناطيس لديه قوة أكبر، السبب أن المسافة صغيرة. إذن
المسافة تؤثر على قوة المغناطيس وعلى قدرته على جذب الأشياء. هذه طلاب الأعزاء صورة جميلة وتجربة رائعة. كوب ماء وضعنا به هذا المشبك الحديدي المكتبي الذي نستخدمه في تثبيت الأوراق، ونريد أن نخرج هذا المشبك الحديدي بدون أن نضع يدنا في الماء. ماذا نفعل؟ قام هذا الطالب الرائع الجميل، أتى بمغناطيس ووضع هذا المغناطيس على كوب الماء، فبسبب القوى الجاذبية، فبسبب القوى المغناطيسية التي تجذب المغناطيس، التصق المغناطيس من الداخل، التصق المشبك بالمغناطيس من الداخل، ونستطيع أن نخرجه من الماء. ما الذي تعلمناه من هذه التجربة؟ تستطيع أن تفعل هذه التجربة في المنزل. ما الذي تستطيع أن تتعلمه من هذه التجربة؟ الذي نتعلمه طلاب الأعزاء أن القوى المغناطيسية تنفذ عبر الأشياء، القوى المغناطيسية تمر عبر الأشياء، القوى المغناطيسية تستطيع أن تجذب شيء هناك بينها وبينه حائل، المغناطيس والمشبك الحديدي بينهما حائل ومانع من الماء والزجاج، ولكن القوى المغناطيسية استطاعت أن تمر واستطاعت أن تجذب هذا المشبك. إذن القوى المغناطيسية تنفذ عبر الماء والزجاج، تستطيع أن تمر عبر الماء والزجاج. هل عبر الماء والزجاج فقط؟ هل هناك مواد أخرى تستطيع القوى المغناطيسية أن تؤثر وتعبر من خلالها ولا تكون مانعاً لتأثير هذه القوة؟ هيا نرى طلاب الأعزاء. الآن كما نرى بهذه الصورة، لدينا ثلاث مغناطيسات، وهذه دبابيس المكتب أو مشابك المكتب، وهنا قطع من الورق وقطعة من الخشب الصغيرة. أيضا القوة المغناطيسية ما زالت تعمل وتجذب المشابك ناحيتها، المشابك ملتصقة بالقوة أو منجذبة إلى المغناطيس رغم وجود الحائل من الخشب ومن الكرتون ومن الورق. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن قوى الجذب الخاصة بالقوى المغناطيسية لهذا المغناطيس مرت من الورق ومرت من الخشب ومرت من الورق الموجود بالأسفل، واستطاعت أن تجذب هذه الدبابيس الحديدية. إذن تنفذ القوى المغناطيسية عبر الورق وعبر الكرتون وعبر أيضا الخشب، فقط هذه المواد. هذا طبق مصنوع من البلاستيك، هذا طبق مصنوع من البلاستيك. هنا طلاب الأعزاء بالأعلى يوجد هذا الشيء، هو عبارة عن كرة مصنوعة من الحديد، بالأسفل هناك مغناطيس بيد هذا الولد. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن القوى، قوى الجذب الخاصة بالمغناطيس تمر وتعبر عبر الطبق الزجاجي وتستطيع أن تجذب هذه الكرة الحديدية. إذن أيضا تنفذ القوى المغناطيسية عبر البلاستيك وأيضا عبر القماش. إذن القوى المغناطيسية تستطيع أن تمر وتنفذ وتعبر عبر الماء، عبر الزجاج، عبر الورق، عبر الكرتون، عبر الخشب، عبر البلاستيك، عبر القماش. تنفذ هذه القوة وتؤثر هذه القوة وتستطيع أن تجذب الأشياء رغم وجود حائل. يعني هنا طلاب الأعزاء هناك مانع بين المغناطيس والكرة هو الطبق، وهنا أيضا هناك مانع وحاجز بين المغناطيسات والمشابك وهي الأوراق، الكرتون، وهذه العصا الخشبية، ولكن هذا المانع لم يمنع ولم يؤثر على القوى المغناطيسية. ولكن طلاب الأعزاء كلما زاد السمك تضعف القوى المغناطيسية حتى تختفي تماما. لو وضعنا أكثر من طبق هنا كلما نزود عدد الأطباق تقل القوى المغناطيسية حتى تختفي. أيضا هنا لو قمنا بتزويد عدد الأوراق وعدد العصي الخشبية ستضعف قوة المغناطيس حتى تختفي تماما. إذن كلما زاد السمك تضعف هذه القوة التي تعبر عبر الأشياء إلى أن تختفي. هل
هناك مواد طلاب الأعزاء لا تسمح للقوى المغناطيسية أن تمر من خلالها؟ هل هناك مواد تمنع القوى المغناطيسية وقوى الجذب المغناطيسية من أن تمر من خلالها؟ نلاحظ هذا الفيديو الصغير طلاب الأعزاء. في البداية المغناطيسات تجذب المشابك. عندما نضع هذه السكين، هذه السكين التي نستخدمها في الأكل، عندما نضع هذه السكين تحت المغناطيسات أو بين قطعتي الكرتون، الذي يحدث أن المشابك تسقط، القوى المغناطيسية تختفي. إذن هذه السكين المصنوعة من الحديد عندما وضعناها بين المغناطيسات وبين المشابك استطاعت أن تمنع القوى المغناطيسية من أن تمر. إذن طلاب الأعزاء لا يمكن للقوى المغناطيسية أن تؤثر عبر الحديد، الحديد يمنع القوى المغناطيسية، لا تستطيع هنا قوة المغناطيس أن تعبر وتنتقل إلى المشابك وتقوم بجذبها. لماذا؟ لأن الحديد هنا عازل يمنع من أن تمر القوى المغناطيسية. إذن هناك مواد تسمح بمرور القوى المغناطيسية كالورق والزجاج والماء، وهناك الحديد الذي لا يسمح أبدا بأن تمر القوى المغناطيسية من خلاله. وإلى هنا نكون قد أنهينا الدرس طلاب الأعزاء، وإلى لقاء يتجدد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.